نصيبه يا عمري على الرفعه هذيك فعدت جفينكو والله الخط اقسم بالله اني ناسيها ورب الكعبه ناسيها مستحيل هذي حقت بيه في الياب والله مستحيل والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بخير سلام خير طيبين ان شاء الله اليوم بعد خير راح اشوف حبيبي ايش اعظم نهائي اسيا يا حبيبي 2019 اخ هذه السنه حب كبير الاساطير اللي كانت في السنه اقسم بالله لا كان مرعب اخ كاريو جوميز جوفينكو اخ الهلال والله هلال مين كان جان كمان كان موجود اتوقع ادواردو خريبين ما ادري اظن كان معنا ولا لا لكن اقسم بالله اسامي مستحيل انساها اسامي للتاريخ هلال التاريخ متحمس اشوف هذه المباراه والله من زمان عالمة خير المباراه هذه مباراه تاريخيه خلينا نشوف ايش صار في الذهاب الياب يا حبيبي يا رب ما تخيركم مقطع اسطوري يا بعد خير رسم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في رسمات كوتين وحسابات تحت من خير رسم لايك واشتراك لا تنسوا الخير تنصكم خير رسم بالنيابة ان شاء الله ويا رب يا كريم انكم مقطع اسطوري مقطع ممتع زي ما قلنا بعد خير اهم شيء اهداف اهم شيء المتعه يا رب يا كريم ما تخير رسمكم اشتراك ولايك رسمكم عشان نستمر باذن الله ننزل لكم مقاطع ان شاء الله تكفون ما تخير دعمكم يهمني عشان اتحمس ونزل لكم مقاطع اكثر ان شاء الله مقاطع منوعه واحسن وافضل صاحب خير مثل مقطع صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والاخوان فلسطين الله يرحمه رب الله يوصلهم ودعوا جماعه المسلمين الله يرحمه رب وفلهم بما لا في الجنه يا رب ليتس جو يا حبيبي خلي شوف المقطع ليتس جو متحمس اشوف والله نهائي مستحيل اي هلال ينسى مستحيل عادي يا جماعه الخير الحين الذهاب يوم 9/11/19 يوووو يا صاحب العالم يقول هنا احنا هنا يا حبيبي هتيجي لنا هترجع لنا ارجع لنا يوووو ليه كوميز جوفينكو جاك والملعب الاسطوري او كان ملعب اسطوري لكن اخذوه ذا لا خلاص صار ملعب سيء ومسوس الوحيد رزفان يوووو معيوف شهراني في عز مستوى البريك والله كان مباراة توي أشوفها أقسم بالله يا مباراة سلمان قائد يا عمري رزفان مستحيل أي هلال ينسى والله مستحيل أقسم بالله قال راح أوعدكم جيبوا آسيا وجابها هو وقميز وكاري وجفنكو والله مستحيل تنسوا أقسم بالله يا عمري والله مباراة التاريخ مباراة جنونية يلا يا حبيبي يا شو اسمه صاحب القراءة شل على المقطع تكفون شل على المباراة والله متحمس شوف ايش صار هذا انا ناس بعض الاشياء كاريو جوفينكو يا الله صد هذي ايبال انه ضيعها ضيعها سيبه يا عمري على الرفعة هذي كيف عدت جوفينكو والله الخط اقسم بالله اني ناسيها ورب الكعبة ناسيها مستحيل هذي حقت بيه في الياب والله مستحيل والله يا الله مستحيل شوف اي والله هنا قلنا ايش انت تدافع معاهم ليش والله مستحيل اقسم بالله حرفيا كانه المباراه هذه كانت امس ولا اليوم يا الله كاريو جوفينكو بس حقت بلاي هذيك طبيعيه اقسم بالله يا اخي كاريو والله يا لعب فيهم لعب اقسم بالله ما قدروا يتنفسوا جننهم سحب فيهم سوى كل شيء جوفينكو يا عمري كاريو والله هذه مو جول مستحيل اقسم بالله مستحيل يا الله يا سالم هذه كيف ضاعت والله كانت مره قريب يا الله عطاير مره حلو اقسم بالله حلوه بريك يا عمري هنا كاريو با يا الله هذا ذكر ممثل ولاش يا عمري كاريو هذا الهدف يا حبيبي هذا هو الهدف اللي جبنا آسيا يا الله جول توقع الشوط الاول هدف الثاني والله ناسي بريك يا عمري يا اخي اقسم بالله البريك من افضل اظهره في العالم اعطيك اسيستات حرفيا من افضل الاظهره اقسم بالله يا معيوف
ومعيوب مستحيل ننسى التصدي العسد. يا الله والله البريك والله البريك حب كبير يا عمري يا عمري. هاي ما تخيل التيشيرت هذا عندي لكن للاسف مره انعدم. قميص كاريو الله سالم جول 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 واضح سلو واضح واضح والله اتذكر ما جبنا هدف ثاني مستحيل. شوف شوف قميص يا الله تيكي تاكا يا عمري يا عمري يا هلال سلو الواضح يا سالم سلو الواضح وسالم كل اللي مسجل اللي مسجل. والله الحمد لله سويت شكر بعد كم سنة واحنا كل شوية مرادة تروح علينا. انتهت المباراة 1-0 يا حبيبي تعبنا كثير لنوصل لهذا الشيء اقسم بالله. الإياب الإياب هذه المباراة اللي جابوها الهلال كله بكلمة ايش اللي يمكن اكيد اقسم بالله هنا هنا شيء مو طبيعي هنا شيء خيالي. هذه احلى مباريات لكل هلالي لكل مشجع هلالي. والله تيفو اسطوري تيفو اسطوري سوى اللي تبوا لكن اهم شيء اي والله يا جعل استغفر الله يا الله يا الله يا الله يا الله حاطين تيفو جلا كاساسي ها سلمى يا حبيبي هنا الهلال كاريو كاريو عطيف يا هلال يا هلال. الحكايه بدا الغاء نسخه المونديال في دورته الثانيه على مسرح البرنابيو من وقتها تمنعت الكره وفشل الى وقتها زادها تعقيد قاعد ما ادري ايش اسوي ذا لا اتوقع كله خلاص اعتزل خلاص. مطلب الشعب والله آسي كانت مطلب مطلب كبير لسه ما مطلب باذن الله الموسم الجاي باذن الله راح نجيبها. سكو يا حبيبي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو بدايتها هم لعبوا الله ومعيوف هنا بلا صح يا عمري ومعيوف 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 يا عمري والله معيوف مستحيل ننساك معيوف معيوف يا ناس. والله الحمد لله شوف مع انه وزنه بس اقسم بالله مرجله والله يا انه سكتهم. هذا الحارس متين حارس دب مدري ايش هذا الحارس مدري ايش لكن اقسم بالله معي سكتهم كلهم. شو شو شوف جانج 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 اثق 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 والله ما جابوا يا ساتر يا ساتر هنا البلاهي هنا البلاهي هنا البلاهي يا الله والله مستحيل ننسى هذه. شوف 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 ياسر يلا ياسر يا عمري سالم حلوة يا الله يا الله سالم سالم والله حرام والله حرام والله حرام من جد حرام لكن الحمد لله الحمد لله خضعت آسيا خضعت. يا عمري شهراني حلوة قميص يا الله مش ممكن يا حبيبي مش والله قميص يا المثقيل كيف اوه سلمان صح يا الله اقسم بالله مستحيل يا ناس مستحيل بالغصب بالغصب جات والله بالغصب وكيل مكتوب لنا الحمد لله والله مجيد الله يستر والله يا كان ضغط وشكل مو طبيعي اقسم بالله ضغط توتر اعصاب حتى ما زال اضحك مصدق مصدق قال تصير كيف هنا يا عمري ولا انت ولا ايش احس بالمصابه كتب ذكريات الحبشي تكتب يا الله ليه والله يا سلمان لعبها يا عمري بريك هذا هدف يا عمري بريك يا مجنون والله يا شهراني هذه وين شهراني كسرت الطاوله كسر القلب كسر القلب خادم مستحيل الساعة جوفينكو سيبا يا عمري يا قميص خلاص يا قميص مش ممكن مش ممكن يا أخي المعلق والله ذا المعلق حفل حفل هذه المباراة تذكرها كانت في الظهر والله يا عمري يا عمري والله أسست يا عمري تذكرها السادة نيمار يوم أعطى مالكم في الموسم هذا يا عمري سيبا كاريو كاريو الله هذا الهدف سالم يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري شوف 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 شوف
سالم سالم هنا يا حبيبي سالم سوالم كذا. ما اشوفكم ما اشوفكم يا حبيبي، وينكم وينكم يا شوف آسيا، شوف البطولة الهلال يا عمري عمري. 1-0 يا اخي، صح المقطع لخبطني، كيف 2-0؟ انا اتذكر ان هذا اول هدف كان قوميز يا عمري. الى عالمية 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 كاريو قوميز. الله يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. مو هنا عالمية 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 يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. ولا كان معلق ثاني فدعتيه بالفرس عوض ولا يقول عالمية عالمية. يا عمري يا قميص، والله كيف قاعد يبكي لاعب زي كذا يا عمري. يا اخي اللاعب يلعب روح، اقسم بالله احترمي احترام تقدير يا عمري يا عمري يا قميص. والله يا موسم اسطوري كان، خلاص انتهت المباراة. يا الله ينوف العابد شفينكو، فعلناها قتلناهم. اخ المباراة يوم للتاريخ، وش الهوب وش الهوب يا حبيبي، ارفعها ارفع الكاس اقسم بالله استاهلها يا عمري يا عمري. لكن للاسف سقحطاني ما كان معانا، والله اتمنيت انه كان سقحطاني كان معانا، لان والله حرام انه اللي صار في سيدني. اخ بس اخ اخ مستحيل اي نادي ينسى ذيك المباراة. اخ بس علمة خير والله ذي المباراة، انها مباراة تاريخية مستحيل اي هلال ينساها حرفيا اقسم بالله. ويا كثر المباريات اللي كمان، او يا كثر البطولات والهلال اللي وصل فيها النهائي راحت علينا. مباراة راوة اللي كان قريب تقريبا 2022، والله نسيت اللي كانت مع وراوة اللي ما احنا قادرين نسجل هدف، سجل 1-0 بلاي سجل في بابو. اخ المباراة، لا كاريو كاريو سجل في بابو. اخ المباراة اللي تغبن وقالوا ضيع ذيك. انا ليش قاعد اقهر نفسي؟ انبسطت انبسطت الحين اقهر نفسي والله. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كانت مباراة للتاريخ باذن الله راح نكررها مع الهلال، مع هلالنا الجديد يا حبيبي وهلالنا الحالي الفيز. شبان لخبطت نسيتهم، هتشوف دول اقسم بالله نسيت، استغفر الله. الفيز يا حبيبي مترفتش سفج سالم مشير، اتوقع خلاص راح يطلع. لكن بإذن الله الهلال هو اللي يبقى يا حبيبي، الهلال هو اللي يبقى يا حبيبي، كل لعيبهم اللي راح يتغيروا، لكن الهلال هو اللي باقي، الهلال هو اللي باقي، الهلال هو اللي راح يكمل، راح يكون يا حبيبي سيد آسيا وسيد العالم من البطولات من كل شيء تاريخي. الهلال تاريخ، الهلال يا عمري يا هلال. الحمد لله على الهلال، نعمة الهلال نعمة كبيرة، اللهم لك الحمد لك الشكر. أتمنى يكون بخير، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفرجوا السنة بشديد وحساباتي تحت مرسوم لك واشتراك. لايك شرك مرسوم عشان بسم الله وسبسكرايب عشان تحمس بالله وانزل لكم مقاطع ان شاء الله. بسمة خير ان شاء الله، الحمد لله على الهلال، نهاية للتاريخ نهاية اسطوري. بسمة ان شاء الله، سلام يا عمري على النهاية الاسطوري اللي كذا يا عمري. وعجمة خير ما ننسى يا حبيبي نهائي اسيا يا حبيبي للاخر نهائي الهلال حقك يا حبيبي، نهائي 2021 يا عمري على النهائي الاسطوري هذا اقسم بالله، نهائي التاريخ وهدف ناصر، هدف ناصر مستحيل اي هلال ينساه. لسه تو بدات المباراه وحده يا حبيبي من بعيد، يا الله يا الله اقسم بالله هدف تاريخي هدف عالمي يا عمري يا هلال. كمان جمهور قوه زرقاء شيء مو طبيعي، ملعب الملك فهد يا عمري يا هلال، والله هذا هدف تاريخي مستحيل اي هلال ينساه حرفيا مستحيل مستحيل مستحيل. شوف يا حبيبي من جانك يا عمري، مريقا الله عليك ايه متعب والله هذه المباراة متعب اقسم بالله ما قصر. شوف ناصر شوف ناصر شوف ناصر با 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 يا عمري يا عمري يا عمري. لسه 22 ثانية يا الله، بوم 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 بوم. والله يا هدف عالمي عالمي عالمي، بدري بدري هذا الهدف اقسم بالله. الحمد لله جاء بداية المباراة، لو ما جاء هدف كان يمكن المباراة راحت علينا حرفيا. لا لا جاء هدف بداية المباراة، المدرب سيء حرفيا يا عمري. اسرع هدف تاريخ نهائيات يا حبيبي، شوف 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 ناصر بوم
اقتربهم. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يا عمري؟ مشكلة ناصر من بعد هدف هذا سواء كان صار سيء. أقسم بالله يا حط حط يا الله نفس التيشيرت هذا. يا عمري يا عمري يا عمري ومعيوف يا عمري. والله يا هدف 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 تاريخي هدف تاريخي. والله قشعريرة وهدف مو طبيعي يا الله يا الله. والله حرفيا احلى بدايه. شوف معيوف شوف اسات معيوف يا حبيبي شوف فاز مشاد شوف صعب تلاقي حارس اسمع اسات. شوف كيف يا عمري جوميز يا عمري شوف شوف كيف مريقا يا عيني ومريقا. والله مسحين سهله قبل مريقا يا عمري يا عمري. هنا عالمية 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 مريقة. الله يا مريقة يا مريقة يا مجنون. تمير من قميس ايو صح اتوقع لك حسنة كانت في قميس. يا عمري يا عمري اقسم بالله جيل تاريخي. قميس جوفينكو كاريو جانك معيوف يا عمري مريقة يا عالمية يا الله يا الله يا الله يا هدف يا عمري يا عمري. والله ناسي انه اسمه كان من مريقة. والله يا سنة تشوف بسرعة 2021 الحين 2024 يا احمد يعني قبل 3 سنين تقريبا 3 سنين والله يا الله. مريقة 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 للأسف بعد الهدف هذا مريقة سيء حرفيا سيء سيء بشكل مو طبيعي. يعني ناصر بعدها صار سيء مريقة هو بريرا كمان. شوف بريرا جاب آسيا كسام ما جاب آسيا. بريرا جاب كل البطولات كسام ما جاب ولا شيء. اختفيك بعناية اختفيك بعناية اختفيك بعناية يا جماعة خير. هذا اللي ما نقوله اختفيك بعناية يا عمري. والله يوم التاريخ متعب هذه المباراة للأسف كانت آخر مباراة اللي متعب في حسب مستواه بعد إصابة يستكلم 3 سنين أو سنتين. يا عمري يا هلال والله قشعريرة ليلة كبيرة لا مثيل للزعيم يا حبيبي. هلال 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 قصة عشق حب انتماء يا عمري يا هلال يا عمري يا هلال. 4 آسيا يا حبيبي 4 أكثر فريق يا حبيبي حقق آسيا يا عمري يا هلال. الهلال تاريخ الهلال يحطم كل أرقام يا جماعة الخير. دائما أقول لكم هلال يحطم كل أرقام خلاص في البطولات يا حبيبي. هلال ما يشبع الحمد لله هذا هلال عودنا يا حبيبي. هلال جيب بطولة اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده على طول يا حبيبي. انسى البطولة اللي قبلها تو حقه بطولة قبل شهر اللي بعده اللي بعده اللي بعده. هذا يا حبيبي هذا الشيء اللي يفرق في الهلال. هذا الشيء اللي يفرق في الهلال انه في شغف. هذا الشغف لازم يكون موجود لازم يكون في اصرار وعزيمه كل شيء يا عمري. بيئه الهلال تختلف من كل فرق يا حبيبي. الحمد لله على الهلال الحمد لله الهلال علمت خير حرفيا. لو قلنا كل نهايه هل وصلوا في اسيا وجابوا كان ممكن وصلنا فوق 8 آسيا 9 حرفيا. اقسم بالله الهلال ضيع طلعت مره كثير. سدني مرتين صح وراوه مباراه مرتين ولا مباراه مرتين اظن مره وفي كمان مباراه ثانيه كمان حقت العين اللي تو قريب اخ بس والله وصلنا النهائي باذن الله. كان حط حلم كان باذن الله متاكد حققنا لكن الحمد لله كل شيء مقدر مكتوب الحمد لله. 4 آسيا يا حبيبي مع النسخه الجديده باذن الله النسخه الجايه باذن الله نحققها باذن الله. انا واثق باذن الله الهلال راح يحققها باذن الله راح يلحق وراح نشوف باذن الله في الموسم الجاي ان شاء الله بإذن الله. خلينا نتأكد واثق بإذن الله الهلال راح يحققها السنة الجاية بإذن الله واحد الحد. يا الله يا رب الكريم بإذن الله إنه الهلال يكون مرعب هلال تاريخي الهلال يحقق آسيا حبيبي يوصل عالمية ويحقق عالمية ريال مدريد يا عمري الهلال على طول يا حبيبي سري سري على طول بإذن الله يا رب الكريم يا رب يا الله يا رب الكريم يا رب.